انا قاری محمد ہارون صاحب میں کہ تشریف کے نام اور تلاوت کلام پاک کے نام سامعین کے دلوں کو محظوظ فرماویں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان إن الذين سبقت لهم من الحسنى إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع سبحان الله ها